رجعت لكم تاني لمسابقة جديدة، المسابقة التانية. المرة دي المسابقة هتبقى أسهل للناس اللي متابعة للشانل ومتابعة الفيديوهات اللي بتنزل، وده لأن المسابقة هتبقى عبارة عن أغنية من اللي احنا شرحناهم ونزلناها تاب، وهي أغنية مصطفى قمر تسلم عليك. المطلوب إنك تصور نفسك وأنت بتعزف أي جزء من الأغنية وتبعت لي الفيديو، ويكون الفيديو ما يزيدش عن دقيقتين. تبعت لي الفيديو بتاعك على واتساب او على صفحة الفيسبوك، هسيب لكم الاثنين تحت في الديسكريبشن. اخر ميعاد استلام الفيديوهات هو يوم الجمعة الجاية الموافق 18/12/2020، وبعد كده هنزل الفيديوهات من اول يوم السبت على البيج عندي وتبدأ المسابقة. هتستمر المسابقة معنا لمدة 6 ايام، يعني من يوم السبت لحد يوم الخميس، ويوم الجمعة هنعلن مين الفايز. شروط المسابقة هي انك تجيب 2000 كومنت على الفيديو بتاعك، واكبر عدد لايكات هو اللي هيفوز معانا. زي ما عدتكم ان كل مسابقة ليها جوائز. الجائزة المرة دي هي كتاب جيتار ستور، واللي معرفش ايه هو الكتاب ده، هو كتاب عبارة عن تعليم الجيتار، فيه تابات لأغاني كتير جدا وفيه كوردات. وبالنسبة للناس اللي بتغني متابعينا، المسابقة الجاية هتبقى عبارة عن غنى مش عزف. شكرا ليكم ومتابعتكم.